وأيضا في ختام هذه الساعة نعود إلى المؤتمر الصحفي لصاحب البرنامج باسم يوسف، حيث في أجواء كوميدية أجاب مقدم هذا البرنامج الشهير على أسئلة الصحفيين في مؤتمره الذي عقده في مسرح راديو طبعا، وأعلن فيه إيقاف أو وقف البرنامج. دايما كان في تفاهم بيننا وبين ام بي سي، والحقيقة ان الضغوط ابتدت من اول حلقة، وهم حاربوا على قد ما يقدروا فعلا، واحنا نشهد لهم ان هم حاولوا ان هم فعلا ان البرنامج ده يستمر. وانا هقول ده من عندي، وما تاخديش ده يعني ده مجرد توقع. انا اعتقد ان البرنامج ده كان في اي قناه ثانيه كان ممكن يتقفل بعد ثاني او ثالث حلقه من ربوع. احنا كملنا 11 حلقه، ده كويس قوي يعني. يعني انت راضي عن تجربتك مع ام بي سي مصر؟ ثانيه واحده بس، في هنا حاجه غير ثلاث تليفونات سايلنت يا حاجه، مش دي معانا برضه في الفريق ولا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، امال ايه الاصوات اللي بتطلع منه ده؟ طيب ماشي. هو دلوقتي السؤال ممكن يكون تخيلي شويه، بس هو سؤال واقعي. لو التلفزيون المصري عرض، الحته دي كلها بتتخيل ليه؟ ما هو لو التلفزيون المصري عرض على حضرتك عرض البرنامج داخل مبنى ماسبيرو، توافق ولا لا؟ ده سؤال خيال علمي يا بيه. لو الراجل كان كذاب اكيد كان اتوقف على طول، ده طلع اتكلم تسجيليا. السؤال فين يا فندم؟ فين السؤال؟ يا البرنامج ازداد. So I'm is dead. Why? It's not sure. Like maybe it's asleep. It's asleep now. It's asleep. It's asleep. Okay. It's asleep. Little children don't want to hear this. It's asleep. Yes. الرسالة وصلت. الرسالة سلبية. لا الرسالة وصلت. ما تلقش بثوري. نعم. ما تلقش بثوري. تلقش بثوري. عايز تخش في الموضوع ده؟ عايز اسمع لو انت عندك فرصه اقوى من المسرح اهتف. لا لا خالص. طب انت عايز تعمل شغلك بس. بص انا نفسي اعمل شغل بس انا مش قادر. شكرا. قول يا خالد عشان نختم. خالد منصور، البرنامج البرنامج. انت رئيس سوري دي حاجه ثانيه. اوكي عاوز اسال، بعد ما البرنامج كده ان هو يعني خلص وكده، احنا هنعمل ايه؟ ربنا ما ارضاش بالظلم ولا اقعد يا خالد.